ايوه طارق. ايه بنتي ما بترديش ليه؟ انا اتصلت بيكي 10 مرات، انا قلقت. طارق احنا ما فيش بينا اي حاجه تخليك تجيب انكل وطنط يشوفوني. بابا وماما جم بالصدفه. طارق احنا كبار بدرجه كافيه تخليك تفهم اني بفهم، وبعدين انا ما بحبش الكذب. انا اسف. ما تعتذرش من فضلك، لان اللي حصل حصل. ايه بقى انا عايز اعرفك اكتر. ما انا عارفه ده، بس انا ما بجيش في الاسلوب ده، وقلت لك 100 مره خلينا اصحاب وكل حاجه تيجي في وقتها، بس الظاهر ما فهمتش كلامي. اوعدك اني هفهم، بس انت كمان لازم تحاولي تفهمي ان انا متغير. انا مش فاهم انا ازاي كده. انا ما عنديش استعداد افهم اي حاجه غير اوعدك. حاضر. انت رحتي المكتب؟ لا. امال انت فين؟ في مشوار. طيب اعدي عليكي بالليل. لا لان عندي مواعيد. طيب هتصل بيكي تاني. نتكلم بعدين عشان مش سامعك كويس. ازيك يا بابا؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله. اللي رجعك بدري يا بت. ما قلت 100 مره بطلي تقولي كلمه بت دي، بطلي تناديني بالطريقه دي. بت و60 بت كمان يا بت. يا ام هبه خلاص سيبيها. بطمن عليها، ادي اخر دلعك ليها. سيبيها وما تكلمهاش دلوقتي. ها يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تتكلميش معايا يا استاذه هبه، اعجبك كده؟ انا اسفه يا ماما، ما تزعليش مني. انا تتكلمي معايا كده يا هبه؟ ده انت الغاليه. مالك يا بنتي؟ مفيش. في حد مزعلك؟ في حاجه في الشغل؟ طمنيني يا بنتي، طمنيني. مفيش يا امي، سيبيني في حضنك بس. خليكي في حضني يا حبيبتي براحتك. انا عارفه ان انا جاهله، بس بحس وانتي بتحطي مفتاح البيت وانتي داخله، اذا كنت زعلانه ولا مبسوطه. وعارفه كمان ان انا لو قلت كده لامي زي انتي ما قلتيلي، كانت نزلت على دماغي بالبلغه بتاعت ابويا، عملت لي تربانه في مخي. بس عشان انا ام، اللي بيقولوها دي في السياسه ديمقراطيه. ايه الديمقراطيه دي؟ ديمقراطيه. ايوه الديمقراطيه. بس تعرفي يا هبه، هقول لك على سر. انا كلمت ابوكي واقنعته انه يدخلك المدارس بتاعت الكنايس الراهبات، ويدخلك الجامعه بتاعت امريكا. ماشي. قلت له يا معلم، يعني لازم كده. ايه معلم؟ هو انت كنت بتقولي له يا معلم؟ ها ها، يعني انا كنت بحب ادلعه شويه. الله 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 يا ام هبه، هو انت ليكي في المسائل دي؟ لا لا لا، تعالي تعالي احكي لي. ما كنتش اعرف ان ليكي في المواضيع دي. تعالي احكي لي بس، كنت بتدلعي على راجل ابويا ازاي؟ ده انت طلعتي صهانة كبيرة. شوف البت وهبالها. اي نعم انا جاهلة، بس مش حمارة. يا ستي انا الجاهلة والحمارة، المهم كنت بتدلعي على راجل ابويا ازاي؟ يعني اقنعته انه يدخلك المدارس الاجنبية الحلوة والجامعة الحلوة، بقى سمع كلام. انا اسفة يا امي. ممكن نرجع لموضوع الدلع والمعلم؟ اه؟ انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ عشان خاطري. اه؟ عشان خاطري. حبك قوي ماما.
بصي بقى يا استاذه، دلوقتي بقى تشوفي النجم عربي حماده بالستايل الجديد بالنيولوك الجديد هتنبهري. السلام عليكم كابتن مصر. صباح الفل. قول كمان نجم الكون، نجم الكره الارضيه، نجم الكره الشماليه والغربيه. ايه عربي اللي انت عامله في نفسك ده يا عربي؟ قول كمان. اعرفك بقى بالهرم بتاعنا عربي حماده. انت عارفه الثلاث هرمات بتوع الجيزه؟ ده ابن عمتهم الصغير. ازيك يا قمر؟ هو ده بقى عربي حماده نيولوك، نجم النجوم الكره الارضيه والشماليه، واطلع فوق وانزل تحت، والجيزه وشبرمنت واهرامات الدنيا كلها هرم. بقولك يا عربي، نظام ورقه الشوكولاته اللي انت لابسها دي ما تلزمنيش، ولا ايه يا بوح؟ صح يا استاذه. ماشي، وركز معايا عشان بقى جايبه لك ستايلست، جايبه لك كام بدله كده وكام طقم لازم تلبسهم. لا 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 يا باشمهندسه، الكلام ده ما ياكلش معايا، مش العربي حماده اللي حد يلبسه. يا نجم يا نجم، دي قصدها البدل والقمصان والحاجات دي يعني. استنى انت بس كده يا جعفر، اقعد لنا على جنب. بص يا استاذه، انا جايب معايا شويه شيرزات، انما ايه لوكس اللكاسه، هنلبس بقى عليهم كده شويه شواكت، تمام؟ حدوته قبل النوم. التيشيرز ده والشاكيت بتوعك دول انساهم خالص، والكلام ده ما ينفعنيش، ولا ايه يا موحة؟ طب شوفيهم الاول وبعد كده نبقى نتكلم. يا استاذه يا استاذه، استني بس نشوف وجهه نظر النجم، ولا ايه يا موحة؟ ولا ايه يا استاذه؟ اسمع كلام انا بقى واشتري مني. عربي المره دي هيجي لك انسان تاني، هيجي لك تحفه فنيه رائعه. هو ايه كل حاجه عندكم، ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ما ينفعش يا جماعه، انا ما ينفعنيش النظام ده ابدا، ولا ايه يا موحة؟ يا سوري يا استاذه، استحمليني. لا ما تقولي يا دكتوره، ولا اقولك يا باشمهندسه، ولا ايه يا موحة؟ اللهم صل على النبي. ايه ده يا عربي ده؟ بسم الله ما شاء الله، مش قلتلك تحفه فنيه رائعه؟ قول كمان النجم تحفه يا نجم. اظن بقى كده يا استاذه ما عندكيش اي حاجه، انا كده عملت اللي عليا. لقد طلع سمك يا لمع في البق. بقولك ايه يا عربي، ثانية واحدة يا عربي عشان انا اعصابي باظت منكم. هو ده اللي انت بتشرب؟ هو ده. امسك، سيبك من الاتنين دول مش هينفعوك. اسمع كلامي، نجرب بقى اللبس اللي انا جايباه والبدل الحلوة الشيك، وشوف هيطلع عامل ازاي. انا صدقني عايزاك تطلع احسن من الاول. اسمع كلامي بقى، ولا ايه يا موحة؟ Think you don't any but you have don't my life.